مادة 204 من الدستور نصت على أنه تستحدث تنشأ سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وهي هيئة مؤسسة مستقلة. هذا يعني أنه الهيئة ستصبح السلطة العليا، سيتغير المركز القانوني للهيئة لتصبح سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. فيه مادة 224 من الدستور تنص على المرحلة الانتقالية، يعني تبقى استمرار الهيئة إلى غاية تغيير النص المنشئ للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وتحدد تشكيلة جديدة وصلاحيات وتنظيم جديد للسلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته والشفافية كذلك. لكي تقوم الهيئة بدورها الفعال في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته خاصة، لابد أن يتغير مركزها القانوني لتصبح هيئة رقابية أو مؤسسة رقابية. وبالتالي بالفعل أنه مشروع التعديل الدستوري الجديد أخذ بعين اعتبار هذه المسألة، وأصبحت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ضمن الباب الرابع تحت عنوان المؤسسات الرقابية. في الفصل الرابع منه الهيئة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. الهيئة ستجمع بين سلطات ثلاث: سلطة الرقابية، سلطة الضبط، وكذلك مهام الاستشارة لما لابد أن تستشار في كل النصوص ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته. تلاحظون أن الدستور، المشروع التعديل الدستوري، أعطى للهيئة هذه الميكانيزمات التي تمكنها من الاضطلاع بمهامها التي يجب أن تقوم بها. الهيئة عبرت عن يعني اقتراحها، يعني خاصة في مجال المركز القانوني للهيئة اللي كنت كلمت أنه كانت هيئة استشارية، ولا بد أن لما حقيقة أنه تكون فيه إرادة لأن تطلع بمهامها وصلاحياتها المخولة لها، لابد أن تصبح مؤسسة رقابية وهيئة رقابية. وبالفعل تم الأخذ بعين اعتبار هذا إلى جانب رأيها الاستشاري في مجال النصوص ذات الصلة، وكذلك مهام الضبط خاصة في مجال أخلاق الحياة العامة وتكريس الشفافية والنزاهة لدى المؤسسات العمومية. الواقع من قبل كانت موجودة في بموجب القانون 0601 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، في خاصة المادة 22 التي تنص على أن الهيئة لما تعاين فيه مخالفات تشكل جريمة من جرائم منصوص عليها في قانون الفساد أنها تخطر وزير العدل، غير أنه لم ينص على علاقتها بمجلس المحاسبة. مشروع التعديل الدستوري الحالي رسم علاقة الهيئة بمجلس المحاسبة، يعني الهيئة تصبح لما تعاين مخالفات تخطر مجلس المحاسبة وتخطر السلطة القضائية المختصة. هنا السلطة القضائية المختصة ربما التفسير هو أنه تخطر الجهات القضائية المختصة في هذا المجال. شيء جديد في الدستور الجديد أنه رسم علاقة الهيئة، دستر علاقة الهيئة بالمجتمع المدني لما تكلم أنه الهيئة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تعمل على تدعيم قدرات المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد. ومن هذا المنطلق وتحضيراً لتطبيق هذه الأحكام، المقتضيات وأحكام الدستور، ستنظم غدا الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ملتقى وطني
سيجمع كافة أطياف المجتمع المدني. بعد غد ستبدأ أول دورة تكوينية للحركة الجمعوية أو للجمعيات على مستوى المعهد الهالي للتسيير والتخطيط ببرج الكفاح. أول فوج سيضم 71 إطار من إطارات الجمعيات، تم تسجيلهم وتم سيوجهون بعد غد على مستوى المعهد الهالي للتسيير، الذي هناك سيتلقون أول مراحل التكوين. 3 أيام سيكونون مؤطرين بمجموعة من الأساتذة والمختصين. المدى القصير كذلك ستتكفل الهيئة بتكوين وسائل الإعلام، خاصة في مجال الصحافة الاستقصائية وعلاقة الصحافة بمؤسسات الرقابة ومؤسسات مكافحة الفساد كذلك.